للإلقاء المقام قبل اختيار هو شنودة. يعني أنا مش عايز أطول عليكم، بس هو العنوان بتاع إلى شعب الأسكندرية اليتيم. ملخص الكلام هاجم ان هو ان يترسم فيها اسقف عمومي، يعني مش بس قال ان هو دلوقتي بيتبرر ايه ان ال ان ال اسقف عام مش اسقف عام، ان هو ما عندوش شعب عشان يسيبه. الكلام ده اولا بيخالف كلام الاستاذ نظير جيد قداسة البابا شنودة بعد كده، اللي قال انها من رتبة يكون رايتها قمص. الاسقف العام ده عدى رتبة القمص. تاني حاجة بيخالف الكلام اللي بينادي بيه أبونا بشوي كامل القديس، واحنا بنقدس أشخاص بس تعاليمه ما بنبصش عليها، إن هل ستعاد رسامه مترنب روشية أو أسقف عمومي؟ هل ستعاد رسامته أسقف مرة ثانية على الإسكندرية؟ تمام؟ فحتى الأسقف العمومي المفروض إنه ما يبقاش فيه الحق إنه يترشح، إن المفروض ده بيكون من رتبة غاية من الربان. كده ضمنت دخول الدولة بصراحة في لازم. فإحنا كده إحنا عندنا ثلاث حاجات لازم نتكلم عليهم، مين اللي من حقه إن هو ينتخب؟ بالظبط. وهل الاسقف ليهم صوت ولا لا؟ اصلا احنا موافقين ولا لا على اللائحه نفسها؟ لا لازم يتلغي اللائحه والله. اللائحه مرفوضه، احنا محتاجين نحدد ثلاث حاجات. مين من حقه ان هو ينتخب؟ مين صفات الراجل اللي المرشح ده يكون ايه؟ اللي هو على حسب التقرير من رتبه غايتها قمص. ثالث حاجه مفيش حاجه اسمها قرعه هيكليه، المفروض ان هو يبقى بالانتخاب. بالانتخاب. وتعديل اللائحة أسوة من هي تعدلت في 57 وكان الكرسي فاضي. كان الكرسي فاضي بقاله سنة كمان، يعني كان الكرسي فاضي. طيب تمام، ممكن نبتدي بالتوصيات على طول. في تعليق بس نقطتين مهمين قوي عشان بس تكون الأمور واضحة، نعرف إن كلامنا يبقى منظم شوية. أولا البطاركة ربع البطاركة تقريبا كانوا متزوجين، معرفش المعلومة دي كل الناس عارفينها ولا لا، فبالتالي الجزء ده مهمش تماما دلوقتي او شبه ملغي. صعب دلوقتي نفرض بوجود اسقف نقطة فرعية. لا دي نقطة، معلش لو شفت التاريخ نفسه بتاع البطاركة هتلاقي من اعظم بطاركة في المتزوج. بولس الرسول نفسه اعظم الاسقف يكون بطرس كان متزوج. بطرس كان متزوج امرأة واحدة. لا بس احنا مش بنتكلم على بطرس المسؤول عن التلاميذ. بس ده صعب دلوقتي، يعني احنا كنا بنطالب اسقف متزوج. صعب دلوقتي لان حتى الوعي مش قضية ملحة. مش معقول. خلينا نقول في الكلام واحدة واحدة. مش عايزين نقدر نتكلم. واللي حكم بيننا وبين الموقع ما هو حالي دلوقتي. تقليد الكنيسه الشخصيه ده ابن سباع وابن كبر، هو الواقع الاثنين دول لو مع البنين ولا هم من مواليد الكنيسه، دول ناس في القرن ال 13. تمام. فصعب بس انا بقول لك مش مساله صعب، مساله انه احنا بنصعبها على روحنا عشان احنا متربينا على كده. طب واحنا عايزين نتكلم عن الاسقف متجوز، يعني بس عشان حوارنا بص هو نخش في نقط دلوقتي. هقول لك بس حاجه حضرتك عشان بس يا جماعه عشان نخش في النقط اللي هي تفيدنا في الحوار. احنا قلنا اللائحه وفي نقط خلاف والكلام ده، فبالتالي احنا عايزين نقول ايه. انا هستفاد ايه؟ اللي هيفيدني انا، هيفيدني ككنيسه. فحتى احنا نلتزم في كلامنا مع بعض بهذه النقط. هو ختمها دلوقتي بان احنا عايزين مين و ده اللي بتكلم عليه. مين اللي بنحقه؟ هل انت شايف مين اللي بنحقه ينجح؟ مين من حقه يترشح؟ ايه هي طريقه الاختيار؟ هل انت شايف ان الجواز ده نقطه يعني مش لا معلش للسبب انه احنا يا جماعه بنشوفها تعلمنا من السابق او من قبل كده، فالمفروض ان انا لو عارف وقاري عارف انه الكلام ده كله كان واقع عايشه كنيسة. مش معنى ان انا عشت فتره مختلفه عن اللي حصل قبل كده تاريخيا مش معنى انه انا افرض ان الكلام ده صح. بمعنى يعني تعمل اللي فيما بعد ان الاسقف بعدين يتحكم. هقول بس مثل بسيط انه مثلا وقت حاكم بعمليات لما فرض موضوع نقل جبل المقطم والكلام ده كله، ساعتها مين لما اختاروه البطريرك اصلا؟ كان راجل من عامه الشعب كان متزوج عشان يكون بطريرك. بعد كده تطوير حصل موضوع ازاي اتنقل الجبل. انا بتكلم عليه انه اختاروا من عامه الناس عشان مشهود ليه بالامانه مش شرط يكون متجوز، يعني بابا غبريل الثاني كان راجل الماني ماشي فما كانش متجوز. لا انا بتكلم عموما، بتكلم مش شرط متزوج، انا بتكلم عموما ممكن يكون مدني يعني الماني يعني كده مش شرط متزوج. ده اللي انا قصدي عليه. دي نقطه
وخلي بالك انه ده بيرعى شعب، فممكن يكون لما يكون متزوج ممكن يشوف حاجات لصالح الناس، فاهم قصدي؟ بيكون عايش في الواقع. الموضوع المتزوج ده، الموضوع ده اتمنع من القرن السادس. انا بتكلم كمدني، مدني زي وزيه. حرب الامبراطور يوستينيانوس، وكان مجمع ترول من بين روم الارثوذكس، ان هو حرم الاسقف يكون متجوز وسمح بالشماس على عكس اللي كان بيتقال في الغرب ان لا الاسقف ولا الشماس ولا الكاهن يكونوا متجوزين اصلا. فالكلام ده قديم. حكايه ان احنا ننتخب حد علماني حصلت قبل كده زي البابا غبريل الثاني ده اللي انا عارفه، فبرضه دي صعب ان انت تبقى واحد علماني تاخده يبقى تجيب. برضه الموضوع ده مش مؤهده دلوقتي، مش مؤهده حاجه زي كده. خلونا في المتاح لحد ولا ان حد متجوز. انا معايا، بس ممكن يكون مثلا واحد قسيس مثلا ومتزوج برضه حصل المشكله دي. للاسف انا حاولت ادور عليه علشان ده في التاريخ حصل قبل كده. ان كان في، بس للاسف ما قدرتش اجيب مين. انا بقرا كتير وافتكر، بس ما افتكرش الاسامي. انا مش فاكر الاسم برضه، بس انا عارف ان حصل ان هو كان في بطريرك اتوفى، فكان من ضمن المرشحين قمص مترمل. الكلام ده اترفض في الكنيسه القبطيه، اللي هو لان هو كان لازم بيقول ان هو لازم يكون متبتل مش يكون ليه سبع جوانب. الكلام ده في كنيسه الروم الارثوذكس ممكن ان كان فيه يعني البابا نيكولاوس الخامس ده اللي كان حط لائحه 37 للروم الارثوذكس بتاعت الاحوال الشخصيه، ده كان على يعني على حسب ما قريت ان هو كان قمص متزوج، بعد كده كان متزوج توفت مراته بقى اسقف وبعد كده بقى بطريرك. انما في الكنيسه القبطيه برضه مرفوض الكلام ده. حصل تقريبا في ايام كرولوس الرابع تقريبا انتخبوا فيه بابا كرولوس الرابع. هيقول ايه التوصيات بتاعت على موضوع اللائحه نمشيها توصيات دلوقتي عشان الوقت ماشي. دي نقطه من نختار مين؟ ما هو نختار مين؟ انا في رايي يكون راهب. دلوقتي الاقتراحين المتاحين اللي اعرفهم، هل يطرقوا انه يكون اسقف من هم في الدير اللي هم الحابسين دول مش بيطلعوا، ولا يكون على كرسي ابراشيه؟ هو ده اللي اختارين العام كله بيتكلم كده، عشان ما نرجعش احنا نغير ونقول ما يبقاش اسقف. لا لا لا، احنا ما يبقاش اسقف، ما يبقاش اسقف اصلا. طب احنا كده يعني بنصدر طلبات حلوه قوي، بس يعني بنشطح. لا ده كان من قوانين الكنيسه، وخلي بالك اللي طالب يعني احنا يعني دلوقتي خلي بالك مين اللي طالب؟ يا اما يكون من اللي في الدير، يا اما يكون من اللي على كراسي. ابونا بشوي كان اسقف. لا لا لا، ابونا بشوي كان والاستاذ نظير جيد رئيس تحرير مجله مدارس الاحد في عدد يونيو ويوليو سنه 1954، فالاثنين دول ما هماش ناس قليلين. يعني انت الاستاذ نظير جيد اللي هو بعد كده بقى البابا شنودة الثالث ما هوش واحد قليل، ابونا بشوي كامل. وبعدين حصلت قبل كده البابا كرولوس السادس كان قمص وما كانش معروف، وكان الكل بيقول ان امكانياته متواضعه. شوف بقى قد ايه بطريرك عظيم. فالحكايه ان احنا نطالب ان يبقى من الرهبان من رتبه غايتها قمص على حسب التقليد بتاع كنيسه القبطيه، مش اللي احنا مخترعينه واللي قايله في مراجع واخد بالك. ما احناش بنطالب حاجه، مش بنشطح. طيب يبقى تسمح لي احنا الاسقف اللي على كراسي حصل رشاقه؟ لا كده خلاص يقول لك راهب بس لغايه قمص. يعني كل الاسقف اللي دول مالهمش حق، هنرجع لما هو اقدم يعني. تاني بس عشان انا لسه موافق، لكن المشكله انا شايفها انسب حاجه. مفيش غير اربع مطارنا او اربع هم اللي هيبقوا مرشحين من ال 117 البطريرك، هم اللي كانوا فعلا اسقف. البابا بنقولهم يعني صعب اقول لك الباقيين، اقول لك اللي كانوا اسقف بابا يونس 19، بابا كاريوس الثاني، بابا يوسف الثاني، بابا شنودة الثالث. دول الاربعه اللي كانوا اسقف قبل كده. لكن كله بعد كل ال 113 يا جماعه. بس انا عاوز اوضح حاجه، احنا دلوقتي ممكن سهل احنا وانا موافق على الفكره، لكن لما نيجي نحطها في الواقع لا الاسقف دول كلهم في مقالات سواء اللي في النافوره او اللي بره النافوره. لا هو انا مع عادل، هو فكره عادل ايه؟ انه دلوقتي انا كعامه الشعب انا مش فاهم الكلام كله انتوا بتقولوه ده، اوكي؟ انا فاهم ان الاسقف ده هو اللي ليه في السياسه وليه في التعاملات وليه في الرعايه وليه في كل حاجه. دي اللي راهب بيزرع في الصحراء بيعملوا علينا رايه. كرولوس مين يعرف؟ ما خلاص ده اتنسف، الافكار اللي احنا بنقولها دي اتنسف. طب قول حاجه بس كده بسرعه، بس يعني خلينا نكمل في التوصيات. الفكره ان انت هتطلب حاجه مش هتتنفذ، مش هنطلب حاجه يعني، بس ده تعليق صغير. مش هينفع اقول ان انا بطلب حاجه صعب قبولها. لا، ما يبقى احنا خلاص نقوم نمشي، انه المقبول دلوقتي هو اللائحه 57 اللي بتقول عليها. هنسمع حكام واكاديميين دلوقتي. احنا لو عملنا الاختيار بالانتخاب، طب ازاي هننتخب واحد جاي من الدير بقاله كام سنه محدش عارفه؟ نفس المنطق يعني.
احنا عشان بننتخب حد اسم بس لكن مش مهم تبقى عارفه بيبقى في ناس معروف بيبقى في ناس يعني ابونا اثناسيوس المقاري ابونا اثناسيوس المقاري اللي كتب السلسله دي راجل اكتر من ممتاز اوكي انت بس تعرفه يعني لو بتتكلم على الاراخنه هم اللي جايين ينتخبوا المفروض يكون عارفين الناس دي ما دام اورخون يعني ما هنربط بقى طريقه الانتخاب الشعب هيتعمل دعايه يا جماعه مش هتعمل لهم دعايه يتعمل دعايه فعلا طب دلوقتي عشان بس ما الموضوع ما يتوهش احنا هنتكلم في نقطه نقطه مين من حقه مين كان موافق على مين من حقه ينتخب ايوه بالظبط كده مين موافق على رايه هو اللي اتذكر بحسب شروط حق الانتخاب ان هما يا اما يبقوا وزراء سابقين او اعضاء مجلس الشعب او كذا وكذا وكذا كل الحاجات دي تحس ان هو نظام داخل مش انتخاب على اساس روحي او كذا في لا ده انتخاب نظام فبالتالي انا شايف ان الانتخاب يبقى مفتوح للناس كلها البابا شنودة نفسه هو صاحب مقولة ان الشعب بيختار رعيه الشعب مش الاراخنة ولا الاساطفة الشعب ولا رجال دولة انا في رأيي الشعب من حقه ان هو ينتخب الشعب اي حد اي حد ممكن شروط معقولة ان هو مثلا يكون عضو فعلا في الكنيسة متسجل يكون فوق سن كذا مثلا خاصة على مؤهل عايز بس لو مش مؤمن مثلا عشان ده صعب ان مين اللي هيقول ده مؤمن ومين مش مؤمن إذا فتح باب الانتخاب للشعب يقول له إنه 21 سنة ويجد القراءة والكتابة وهو في الكنيسة الأقصرية عشان ما يجيلكش واحد مش لازم يبقى وزير أبوه يعرف إزاي لازم يكون مشهود لأنه بدخله يبقى عشان يبقى معاه شهادة مش عارف مع أبسط حاجة ما بقاش مرموز ما بقاش ال هي الكلمة اللي أنت جاوبتها ويقول له روح هو في نقطة عايز أوضحها عشان دي يعني خدعة بيعملوها دلوقتي يقول لك إيه طيب إحنا معلش عشان الكنيسة ما تفضلش كتير بدون رأي إحنا نختار باترك دلوقتي وبعدين نبقى نعدل اللائحة تمام الخدعة دي مشكلتها إيه لو إحنا مشينا بالطريقة دي هيجي لنا واحد أسقف هيلزق تمام اي واحد هيمسك وهو اسقف مش ممكن يطلع لك لائحه تسقط الشرعيه عن نفسه وده السبب اللي هو خلى الاسقف شنوده اصبح 40 سنه مش عايز يغير اللائحه هنكرر نفس الغلطه تاني دي ضحكه دي يعني نفس لعبه الدستور لما هم عايزين يمشوها دلوقتي بس انا في اقتراح وفي فكره الاقتراح هو يعني ايه اللي يحصل لو تأجلت الانتخابات لحد ما يجي رئيس دي ده اقتراح الفكرة لا بس ان احنا يعني الوضع في البلد يعني هنربطهم ببعض كده مش ماشي اوكي ده الفكره كمان ان احنا ان الدوله مش معترفه ان في انتخابات للبطرك البطرك معين الدوله مش معترفه ان البطرك معين رئيس الجمهوريه هم خلاص عارفين انه حرمان زي وزير الاوقاف البطرك معين مش منتخب يعني انت عارف لو دلوقتي الدوله جت قالت ان البطرك حرميا الثلاث ورقات اللي هيقوموا على الروح اللي هيتلاقيها هم مش قال لي بس انا هكمل كلامي اسمع يعني الفكره ان الدوله لو قالت ارميا سواء كل الناس انتخبت مين الثلاث ورقات اللي هيقوموا على الروح اللي هيتلاقيها هيبقوا ارميا فاحنا نطلب من الدولة ان الانتخابات ان البطرك يكون منتخب مش يكون معين لان احنا بننتخب مع بعضينا ورحنا نقول لهم ارمية هيقولوا طيب لا حقيقي غير مقنن انتخاب نطلب ان يكون انتخاب اصلا راهب من رتبة غايتها قمص على حسب كلام الاستاذ نظير جيد اللي كان بيقول ان الكلام ده مش كلامه هو انا وليس هذا رايا خاصا منشوره للاستاذ الكاتب هو كان بيقدم لبحث الاستاذ ياس عبد المسيح بس هو متمنيه يعني انما هو بيقول ما هو بيقول ليس هذا رايا خاصا منشوره للاستاذ الكاتب انما هو راينا جميعا وراي الكنيسه كلها عبرت عنه جميع هيئاتها بل هو راي القوانين والاباء والتاريخ الكنسي بشتى عصوره نظير نظير فانا يعني للاسف ان استاذ نظير او قداسه البابا شنوده توفى يعني كان يدعمنا في مطالبنا ان هو يكون من اللي متعين للبطريركيه او المتقدم او اللي من حقه ان هو يترشح يكون راهب من رتبه غايتها قمص ده بكتيره يعني ممكن يكون شماس كده ممكن يكون راهب شماس ويبقى البطريرك يترسم قس وبعد كده القس يترقى قمص وبعد كده من قمص يترسم بطريرك
طيب لو احنا بنرفض اللائحه دي يعني ايه اللي ممكن نطلبه؟ ما هو الثلاثة مين هيحط اللائحه الجديده؟ انا يعني اعتقد ان اول خطوه لازم لازم يبقى في دعوه قضائيه باسقاط اللائحه وقف اجراء الانتخابات والاسقاط يعني قضائيه ازاي لما دوله مش مختلفه ان دي موجوده؟ مين اللي قال مش مختلفه؟ رئيس الجمهوريه هو المعين البطرك ازاي تقول له لا رئيس الجمهوريه اعتمد اعتمدها بيوافق على الجمهوريه ما بيختارش اسمه ده اسم اللي بيقدمه بيوافق على معين رئيس الجمهوريه انا ليا اقتراح اذا جبنا مثلا نوصل واحد زي نبيل حنين اللي هو قايل الكلام ده لان هو كان في اخر الكلام قال لك في حاله خلو الكرسي قبل تغيير هذه اللائحه سيقوم هو والمثقفون الاقباط بالطعن امام القضاء لوقف تنصيب بابا جديد بدعوى ان اللائحه مخالفه لقوانين الكنيسه والدستور. تمام يعني لو وصلنا له يطعن معانا بالظبط يبقى اول خطوه دعوه قضائيه ويبقى في اسم دعوه قضائيه بوقف اجراءات كبير هو اللي قايم بيها الراجل ده كان نائب رئيس مجلس الاداره ويتحط خطوط عريضه للائحه الجديده ما احنا مش هنقدر ندخل في تفاصيلها خطوط عريضه اللي احنا عايزين نحطها دلوقتي لبيب حليم الخطوط العريضه دي هي الانتخاب للنقاط اثنين اللي يكون متقدم المتقدم للترشح يكون من راهب من رتبه غايتها امه على حسب كلام الاستاذ نظير جاي ثالث حاجه ما فيش قرعه هيكليه اعلى اعلى اعلى, أعلى الرهبان او اعلى المترشحين ان هو اخذ اصوات يتاخد يبقى هو البطريرك من غير اي قرعه هيكليه اللي شفنا ان هي اتعملت في حالات نادره في التاريخ وان اول واحد تم انتخابه كان في منتهى السوق اللي هو الرابع شنودة الثاني. ممكن في حاجه بطلان القرعه الهيكليه اصلا انه ده كان بيتنافس العهد القديم والنظام وتخصه يعني بالنسبه للعهد الجديد ما اتعملتش غير وقت قبل حلول الروح القدس عشان يختاروا كان في بنين متساويين من السبعين رسول ماشي بشهادة التلاميذ وكده فاختاروا اثنين ومنهم اختاروا على اساس القرعة وقالوا انه بعد كده ابطلة يعني ما بقتش في اي نوع من ما تذكرش من اي الاسقفة اللي اترسموا ما تذكرش ان الرسول عمل قرعة هيكلية علشان يعين تمساوي عشان كده احنا لازم يكون معنا ملف بكل الكلام اللي بيتقال دلوقتي متوصل بكل المقالات بكل بالظبط كده يكون اذا هنعمل طعم لازم طبعا.